السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب دايما تبقوا بصحة وسعادة وهنا العمر كله. طبعا جمعة طيبة يا رب على العالم كله اجمعين. ان شاء الله نبتدي بقى حلقتنا بفكرة حلوة وجميلة وهتعجبك قوي. اول حاجة نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اشرف خلق الله، وبسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ايه، بصوا اوريكم الاول. بصوا شايفين ده اللي انتوا شايفينه ده، بصوا الله اكبر، بصوا جميل ازاي. بصوا ده مش كرات ولا بصل اخضر، طب امال ده ايه يا نصرة؟ هقول لكم ده ايه. شايفينه الاول جميل ازاي؟ بصوا الله اكبر. بصوا كل ده على فكرة عارفين من قد ايه؟ من راس واحدة. والله بصوا اللهم صل على النبي، جميلة واخضر وجميل زي العسل. كل ده من راس واحدة اللي هو ايه بقى؟ بصوا وريحته جامدة، يعني الله اكبر ريحته حلوة قوي قوي. ده هقول لكم، ودي من دي شايفين دي كده، ده طبعا غير ده خالص، ده حاجة تانية. هقول لكم ده بصل اخضر وده كله من بصلة واحدة. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمس ستة سبعة تمانية، تمن بصلات خضر. شايفة فعلا الزراعة دي حاجة جميلة. وشوفي كل ده كله والله العظيم من راس توم واحدة. ده بالظبط راس توم، دي راس توم واحدة يعني انت شايفاها دي كلها، ودي بصلة واحدة. بعمل ايه بقى؟ بجيب راس التوم بروح مفصصاها في سوس، وجيب طمي عندي في البيت او بتشتريه من بره، انا اشتريته قبل كده يعني، اللي هو الراجل المتجاول ده اللي هو بيبيع. الواحدة كان بعشرة جنيه، دلوقتي غليت شوية عشان الحاجة والأسعار وكده. فباخده طبعا الزرع اللي بيبقى فيه للأسف ما بيعيش، يعني لو جبت ريحان جبت أي حاجة مش بيعيش. فأنا بعمل ايه؟ بشيل الزرع القديم ده خالص، بتخلص منه، وبعد كده أنا باجي أجيب التوم ده اللي أنا عملته وأروح ايه رصاه في الطمي، ارص فص فص، بس احاول ان انا ايه ابعدهم عن بعض. بعد كده بسقيهم كل يوم ميه، مش كل يوم، يوم ويوم، يومين ولا حاجه، وافوت يوم واقوم عامله له وحاطه لهم ميه. بس ما شاء الله بيطلع بالشكل ده زي ما انت شايفه كده. بصي ده كله من راس واحده، لان كل تومايه ما شاء الله كل فص بيطلع بص قد ايه. ممكن تلاقي فص واحد مطلع اتنين زي دول، يعني رزق بيتك جميل وزي الفل. طبعا ده هو ريحته كلها توم، ريحته جميله جدا. بصي اهو، بصي يعني احنا لو عديناهم هيطلعوا اكتر من 20 ولا 30 واحده او 50 كمان، كتير يعني العدد كبير. فانت هتعملي ايه؟ طيب قدر التوم خلص من عندك وانت ما عندكش توم، لا ولا يجرى حاجه، بروح اجيب التوم انا اقطعه زي كده، بجيب لي بقى مقص صغير بخليه لي للحاجات اللي زي دي، بروح بالراحه كده مش بقصه من تحت الجذر، لا باجي من اول الحتت الخضرة بتاعته دي عشان بيطلع تاني، يعني كل ده هيطلع كمان معاكي كمان تاني. نبص اهو كل ده الله اكبر من راس واحده، حاجه جميله بجد، رزق حلو وبركه يبقى في كل بيت. ده لو عندك سطح هتبقى جميل قوي، يعمل لك بصي وممكن تعملي مشروع يعني ما شاء الله. تعملي ايه بقى؟ شوف احنا خدنا ايه ولسه باقي ده كله. بص قد ايه، كتير لسه كتير اهو ما شاء الله. احنا بناخد ده وبنغسله بمية جارية كويس جدا، بنغسله قوي. بعد ما بنغسله حتى لو تسيبيه شويه في الميه بحيث لو في تراب في اي حاجه، لان يعتبر طالع من الارض، اعتبر ان انت عندك ارض ما شاء الله، يعني ربنا يدينا ويديكوا يا رب.
فانت بتحطيه في ميه وتسيبيه بس 10 دقايق ولا حاجه، وبعد كده ايه بتيجي تقطعيه حتت كده صغيره كله، وتشيلي الاحرف دي، مع انها كلها جميله والله حلوه، وبس الحروف بتاعتها حلوه يعني، لو لقيتي حاجه زي دي مش حلوه ارميها ماشي، انما هو كله ما شاء الله زي الفل. بعد كده بتقطعيه حتت صغيره، لان ده يعتبر كده توم، بتتعاملي معامله التوم بالظبط يعني. انت كده مش هتشتري توم، انا التوم بتاعي مثلا التوم خلص، طب انا لسه هروح اجيب لي توم، ما اعرفش بقى بقد ايه دلوقتي، لا هو ده هيغنيكي عن التوم اللي انت هتشتريه. بتجيبيه وبتقطعيه حتت صغيره وتحطيه في الكبه، تحطي بقى معاه شويه ملح على حبه زيت، وتضربيهم ايه في الكبه ضربه حلوه، وممكن تحطي فلفل اخضر او فلفل احمر، وتعملي هريسه توم، لان هو بيتعامل معامله التوم بالظبط، ان نفس الطعم بتاع التوم وريحه التوم، هو ريحته توم جامده يعني. بس وبتبقى ايه عندك برطمان توم في منتهى الجمال، تحطيه بقى في الثلاجه، عايز تحطيه بره ما بيجرالوش اي حاجه. الله اكبر الله اعظم، نصيحه مني دايما لما الاذان بيدن حتى الاطفال رددوا دايما الاذان، وكل واحد عايز حاجه اتمناها وانت بتردد الاذان، ربنا ان شاء الله هيكتب لكم كل حاجه خير باذن الله. لعلها تكون فكرة حلوة وتكون عجبتكم، ودايما أشوفكم في كل حاجة جديدة يا رب، وتكونوا بصحة وسعادة وهنا العمر كله. هقول لكم إيه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.